السلام عليكم اعزائي المشاهدين. من غير عناوين اخبار هخش في الموضوع على طول. انا مصطفى يسري من عرب هاردوير ودي ويكلي نيوز. الاسبوع ده عندنا شويه ضحك من اللي قلبك يحبه. لو تفتكر فكان في عركه بين تويتر وابل في حته تسعير الفيريفيكيشن او علامه الصح الزرقاء اللي بتتحط جنب الاكونت. المهم الموضوع خلص على انك تقدر تعملها خلاص ب $8. كام؟ $8. والشركه هتعمل احتياطاتها عشان فيضانات الاكونتات الفيك اللي باسامي المشاهير دي ما تحصلش تاني زي ما حصل قبل كده. طلعت ابل زي العقده في المنشار وقالت احنا لازم عشان تامين العملاء بتوعنا اي عمليات دفع تتعمل في اي تطبيق تتعمل عن طريق الستور. ماشي يا ابل مفيش مشكله، يعملوا عمليه الدفع من مكان ما يعملوا. فراحت ابل طلعت تقول في النصيب ممس، يعني الموضوع مش امن وامان العملاء والكلام ده. ده ابل طلعت مدية حقيره. راح قال لهم ماسك مديهم خازوق اتقل من اللي لسه واخده، وهقول لك عليه برضه. بس الخازوق بتاع ابل انه قال قشطه، عايزين تاخدوا نسبه من ثمن توثيق الحسابات مفيش مشكله، هنخليه ب $11 من على الستور، وكده ابل هتاخد نسبتها. وبرضه تويتر هياخد ال $8 صافيين. طب انت كمستخدم عايز تدفع $8 بس؟ عادي يا معلم، افتح تويتر من البراوزر وحط الفيزا بتاعتك ووثق حسابك ب $8 عادي. انا مستني اشوف منظر ابل بعد ما كل الناس يوثقوا حساباتهم من على الموقع مش من على التطبيق. بس المنظر اللي ممكن نشوفه دلوقتي هو منظر ايلون ماسك بعد ما بعت ميل للموظفين بيقول لهم فيه ان اي حد هيسرب معلومات من جوه الشركه هيترفع عليه قضيه. ايه مستني حاجه؟ لا، ما هو الخبر ده في حد ذاته متسرب يا معلم. تخيل لما تقول لهم ما يسربوش فيسربوا انك قلت لهم ما تسربوش. الكوكب ده هو. وخبر ان تويتر هيكون 4000 حرف عشان يلغي الثريد برضه كان متسرب. فده كده ايلون ماسك. بس ده اكده ايلون ماسك لما رد على تويتر بتساله عن الموضوع. ما الراجل هيعمل ايه؟ هو يرد من هنا ويقفش في الموظف اللي بيسرب المعلومات دي ويرفده من هنا. لو متابع الهاردوير، وانت اكيد متابع الهاردوير لوجيكلي، يعني احنا في عرب هاردوير، فاكيد انت عارف البي 660 المذر بورد اللي انتل بتوفرها للجيمرز والمستخدمين العاديين. المهم البي 760 بقى اللي هتنزل للجيل ال 13 هيكون فيها دي دي ار 5 وتي دي ار 4، للاسف هتكون اغلى من البي 660 بتاعه الجيل ال 12 وفقا لموقع ايجن بورد تشانل بنسبه 10%. الفكره في الزياده دي ان اوريدي البي 650 بتاعه اي ام دي اغلى من البي 660، فالزياده مش هتكون كبيره، يعني فرنج من 10 ل $15. بس يظل الرقم ممكن ياثر في قراراتك وانت بتشتري المذر بورد بتاعتك. اللي يهمني في القصه دي هو رايك فيها، شايف الزياده دي هتكون اوكي معاك ولا حاسس ان كده الدنيا افورت، خصوصا مع زيادات اسعار الدولار مؤخرا. فكل دولار فرق هيفرق، خصوصا ان البورده دي سواء البي 660 او البي 670 فالاثنين بيدعموا الجيل ال 12 والجيل ال 13. بعيدا بقى عن اجيال المعالجات، فعندنا قصه مهمه جدا هتفرق معاك ولا لا كفلوس او كجوده لسه مش عارفين، بس الاكيد انه هيكون في تغيير. بص يا معلم، في تقرير من بلومبرج بيقول لك ان اتصالات عايزه تستحوذ على حصه في فودافون افريقيا. الله، ايه اللي جاب الشامي عند المغربي؟ افهمك بس الاول، بس خلينا فاهمين ان مش بتكلم على اتصالات مصر ولا فودافون مصر، انا بتكلم على اتصالات الشركه الام وفودافون افريقيا. الحوار وما فيه ان فودافون العالميه اللي هي فودافون الام كانت بتمتلك شركتين اساسيتين في افريقيا، فودافون مصر وفوداكوم. فوداكوم دي لوحدها تحتيها 8 شركات اتصالات في 8 دول مختلفة في افريقيا، ومقرها الرئيسي في جنوب افريقيا. خلي بالك شركات اتصالات كوميونيكيشن، يعني مش شركات اتصالات اللي هي الخضراء او اللي بقت حمراء دلوقتي. المهم فودافون العالمية دي بقى لها كام سنة مزنوقة في شوية فلوس وعايزة اصلا تخرج من افريقيا عشان تركز على اوروبا. بسيطة يعني، ففكرت تبيع فودافون مصر، وكانت هتبيعها فعلا لاس تي سي بس الصفقة فشلت، فراحت بايعة فودافون مصر لفوداكوم اللي هي بتاعتها برضه. الله، يعني ده كلام يا ابو المستطيف، يعني انت جايبني قعدنا وعملت يودينا يمين وشمال عشان تقولي في الاخر ان الشركه اتنقلت ملكيتها لشركه مملوكه من مالكها اصلا؟ هو انا بقول ايه؟ اوضح لك، فوداكوم دلوقتي مطروحه في بورصه جنوب افريقيا، واول ما الصفقه دي تتم اللي هي بيع فودافون مصر لفوداكوم، هتقوم فودافون العالميه بايعه كل اسهمها في فوداكوم، فكده هتفك زنقه الفلوس اللي هي فيها. طب مين بقى اللي هيشتري الاسهم اللي هتتباع دي؟ اتصالات. الصفقه لغايه دلوقتي قيمتها مش معروفه، بس انت ما يهمكش قيمه الصفقه، انت يهمك دلوقتي موبايلك، يعني هتصحى الصبح هتلاقي خطك باخضر ولا اي كلام من ده يا معلم. ازاي اتصالات اللي هي الخضرة دي موجوده اصلا في 12 بلد افريقي، مصر والجزائر بس هم البلدين الوحيدين اللي اتصالات موجوده فيهم باسم اتصالات. اما ال10 دول التانيين اللي فيهم شركات مملوكه من اتصالات، اتصالات ملهاش وجود فيهم اصلا باسمها تحديدا، هي بتستحوذ على الشركه وتسيبها باسمها بالبراندنج بتاعها بكل حاجه. بالتالي مصر هتفضل زي ما هي، فيها اتصالات وفيها فودافون. بس الحاجه الوحيده اللي كلنا هنحس بيها لو الصفقه دي تمت هي ان المنافسه بين فودافون واتصالات للاسف
هتموت. يعني هتبقى زي اوبر وكريم كده في مصر، من ساعه ما اوبر استحوذت على كريم ولا بقيت تلاقي عروض ولا بتاع، ما احنا لوحدنا في السوق. انا فرهدت من الخبر ده. خليني اقول لك خبر خفيف، والخبر ده عن واحد مصري نفتخر بيه بصراحه يا جماعه. لا سقفه للراجل ده. الراجل ده معلم، عمل سلاسل وميداليات متعلق فيها جنيه، وراح عارضهم على موقع اي باي وقال لك ده جنيه مصري مطبوع عليه الملك مش عارف توت عنخ امون، وبيبيع الجنيه الواحد ب 23 دولار. لا وايه ده بعد التخفيض. الجامد بقى انه باع، لا ده باع جدا، 830 قطعه يا مؤمن لغايه دلوقتي، وعمل له ما يعادل تقريبا 600,000 جنيه مصري ب 800 جنيه. ده احلى استثمار والله. انا مش بشجع حد انه يعمل او ما يعملش حاجه زي كده يا جدعان، عشان بس ما حدش يجي يقول لي ابو المصاطيب بيقول لنا ولا ما بيقولناش. انا لا بقول ولا ما بقولش. اكيد وانت بتقلب في الفيس اليومين اللي فاتوا قابلك صور زي كده كتير من ناس تعرفها. الصور دي عزيزي المشاهد معموله بتطبيق اسمه لينسا. لو تفتكر زمان كان في تطبيق اسمه بريزما بيقعد يعمل صور زي كده. الشركه بقى اللي كانت عامله بريزما اللي هي بريزما لاب هي اللي عملت لينسا، واللينسا ده ابلكيشن يا دوب هو الاكثر تحميلا في الوقت الحالي وفقا لسنسور تاور. ببساطه بياخد صور ليك بتوصل ل 20 سيلفي عشان يدرس كل حاجه في وشك، يفهمك من الاخر. هو ذكاء اصطناعي ومحتاج يذاكر. ليه؟ علشان يولد صور ليك بتوصل ل 100 صوره باستخدام الذكاء الاصطناعي. طبعا الموضوع بفلوس، يعني تقريبا ال 10 صور بحاجه و40 جنيه مصري وما يعادلها من العملات الثانيه. بس الفكره في الابلكيشن ده بقى انه المفروض مصمم انه ما يعملش اي صور NFSW اللي هي من الاخر صور فيها عنف او صور بتظهر اجسام اشخاص. بس للاسف في بنات جربت تستخدم الابلكيشن ده ولقوا ان من ضمن ال 100 صوره اللي بيطلعها لهم صور مش كويسه، وهم رافعين صور سيلفي ليهم مش اكتر. المهم الشركه طلعت علقت على الموضوع ده، وغالبا ده بسبب ان في ناس تانيه رفعت على الابلكيشن صور مش كويسه وقالت ان ده بيخالف سياسه استخدام التطبيق، وهو الراجل اللي بيولى عليه بيخزن داتا وبيعيد استخدامها تاني عشان يطلع صور لمستخدمين غيرك. الخلاصه لو عايز تجرب البرنامج ده فخلي بالك، لان هو مبني على نظام اسمه ستيل ديفيوجن، وده نظام ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر، وده ما يخليهوش امان بنسبه 100% خصوصا انك بترفع عليه صور خاصه بيك يعني. بس اللي يطمن ان الشركه اللي عامله السيستم ده عملت ابديت في اخر الشهر اللي فات عشان يمنع الموضوع ده، فيعني بتمنى ان محدش يقع في الموضوع ده عاجلا او اجلا. اما اخر خبر فهو خبر يخص لعبه كود وور زون 2 اللي كنا نعرفه ان هيكون في اوبريتور مصري في اللعبه اسمه زيرو، الراجل مصري في اللعبه، فاحنا انبسطنا. للاسف ظهر فيديو للاوبريتور ده والعلم اللي على كتفه مش علم مصر، اللي ظهر علم غريب كده اخضر في احمر وبتاع، ما تفهمش ده علم مين. فاحنا هنستنى رد اكتيفيجن على الموضوع ده، وفي حمله دلوقتي معموله عشان يتحط علم مصر على كتف العميل ده وبس. لسوء الحظ فملك من السوشيال ميديا مش موجوده معانا النهارده بسبب وفاه والدتها، واحنا في عرب هاردوير بنعزيها وبنقول لها ربنا يصبرك يا ملك. سلام.